هلا يا اخوي، بدك عروس؟ حاضرين. العمر، الوزن، اللون. حاضرين حاضرين، متواصل معك ان شاء الله. مع السلامه. تفضلي يما. شو بدك عريس؟ لا يا اختي، احنا بنجوزش الا تحت الثمانين. ديري بالك تتزحلكي وانت ماشيه. مع السلامه. عزيلي كرود، 80 حفة قبرها ونفسها طرية. لا إله إلا الله. ألو، هلا هلا وسهلا، بدك عريس؟ يابا، هاي الرياضة السودية تاعت فيروز نعم كثير، يعني شغل تكسير بسكوت. أنا بدي إشي يعني رجالي، بدي إشي دفش همجي، ما أنت تعرفني يابا. أيوه يا وحش أبو الفوف. أيوه جولي عمي، بدني عونتك تلاقينا هيك لعبة رياضية قوية لهذا الولد. انت عرفتي دفش، بده يدافش. لقيتها، اقوى رياضة عند السويدش بيبل هي الهوكي، وملانة دفعشة. ايوه هي هاي. يابا انا هذا اللي بدور عليه، اعطيني بس شويتين او ثلاث شويات يعني بدي اروح اجهز حالي واجيب الفريق واجي. ولكن هوكي بده جليد، من وين بدك تجيب جليد من الثلاجة؟ والآن فلنتعلم معا أكلات فنلندية مشهورة. انتو رايحين سويدن مش فنلندية فؤاد، هناك أكثر شيء بيطبخوا فيش سمك. هو أصلا إحنا عندنا شط عشان نطبخ فيش، وبعدين أصلا إحنا تقريبا ما عندنا سمك. طب بصير أبدله بجاج؟ طيب، you have Swedish meatballs، يعني كرة لحمة. They're so easy to make. بتهاش شيء، أي كوزا بقدر يسويها. وأنا لما رحت عند صاحبتي أنا بسويدن زرتها، هي علمتني كيف أسويها، كتير سهل وكتير زاكي. أصلاً مشكلة باللحمة، ما هي اللحمة أصخم. وبعدين أنا ما بهمنيش قديش صعبة الطبخة، أنت بس أعطيني المكونات وبعمل لك سيارة منها. شو مفكر أنت؟ أنا فؤاد والأجر على الله. بعدين مين طلب مساعدتك أصلاً؟ روحي بلش مع فيروز باليوغا تحيتك أنت وياها. هفكرة أنت you're impossible ونو way تصير سويدش، okay؟ because ما تعرف تحكي مع النسوان، ولو حتى رحت على سويدن أنت راح تضلك همجي، وأحسن إشي تروح تسويه تصيد سيلز، يعني فقمة، يعني فقمة، تعرف شو يعني فقمة؟ أنت بتشبهها أصلاً. impossible. والله فكرة، أصيد فقمات وأعمل منسف بالفقمة. والله ما خطرت على بال الأردن كلها.